باسمه ابتدأنا وباسمه نستعين. إذا مشاهدينا الكرام هكذا تنطلق وتعلن انطلاقة الشوط الأول، الشوط الرئيسي، أقوى أشواط الجذاع البكار في الأشواط العامة. هذا الشوط المميز الذي لا يتواجد فيه إلا المميزون ولا يتواجد فيه إلا الكبار. إذا انطلقت المسيرة ونتواصل مع هذه المسيرة في رصد لكل ما سيدور وما سيحدث في هذه الانطلاقة الرئيسية وفي هذه الرحلة الأولى من رحلات ميدان التحدي. إذا هناك 16 اسما انطلقت في هذا التحدي، انطلقت في هذا الصراع، انطلقت في هذا الشوط الأول. إنه أقوى الأشواط، إنه شوط يضم نخبة من الأسماء، شوط نخبوي وأسماء رنانة، أسماء انطلقت بحثا عن المركز الأول وبحثا عن الناموس. لمن الناموس في هذا الشوط الرئيسي؟ دعونا نتابع، دعونا نتعرف على هذه الأسماء التي انطلقت في محيط مسافة الخمسة كيلومترات. البداية هناك مع الشاهينية، وظاهر بن حارب المهيري هو من يتقدم مع الشاهينية في المركز الأول. النقلة على غزلان في ثاني المراكز، مطر بن حمد بن عمير الشامسي يتواصل مع غزلان في ثاني المراكز. الدور على المركز الثالث، متعبة تحتل المركز الثالث، وصالح بن حمد بوشريدة هو من يقدم لنا متعبة في هذا الانطلاق. المركز الرابع خيال، خيال تنطلق بخيالها الواسع لمصبح بن لغصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري ينطلق ويقدم خيال في هذا الشوط الخيالي المثالي. ننتقل إلى المركز الرابع ونتواجد مع شعار حمدان بن راشد بالزفنة الأعفاري من خلال تواجد وانطلاقة أرما. المركز الخامس، هناك متعبة لصالح بن حمد بوشريدة المري. هذه الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، هذه الأسماء التي تواجدت في نطاق المراكز الخمسة الأولى المتقدمة المسموح لها بالنداء. ما زالت هناك أسماء، ما زالت هناك شعارات لم يحن موعد دخولها في هذا الانطلاق الرئيسي. نعود هناك إلى المقدمة، إلى غزلان من تقدمت الآن لتختطف مقدمة هذا الشوط، ومطر بن حمد بن عميره الشامسي هناك بشعاره المميز بهذا الشعار الأصفر يتسيد الموقف ويقدم لنا غزلان في هذا الشوط وفي هذا الميدان. المركز الثاني، نتابع خيال، خيال وصلت الآن وانطلقت في المركز الثاني. غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري يتواصل مع خيال في المركز الثاني، ودعونا نطلق العنان لخيالنا لنتابع معكم كل ما سيدور وما سيحدث في هذا التحدي. إذا هناك غزلان على المركز الأول، وهنا أيضا خيال على ثاني المراكز، واسمين من الأسماء الكبيرة وشعارين من الشعارات العملاقة تتواجد هناك على المركز الأول. الدور دور المركز الثالث، هنا الشاهينية لظاهر بن حارب المهيري وأشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة يعلنون عن حضورهم القوي، وبالتالي هنا المراكز الثلاثة الأولى المتقدمة. المركز الرابع أرما تحتل المركز الرابع لسفير الأصالة حمدان بن راشد بن الزفنة العفاري. خامسا أجد متعبة لصالح بن حمد بوشريدة المري. يا سلام، إذا هذه الأسماء الخمسة، ولم يستجد أي جديد على دائرة المراكز الخمسة الأولى. هناك خيال، الله يا غصاب، غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري يقدم خيال في المركز الأول، وبالتالي هي المتقدمة الآن. خيال هي من ترسم خارطة الطريق في هذا الشوط الأول الرئيسي، الشوط
الصوت لمن يا جماعة؟ هناك هناك خيال غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري يحتل المركز الأول، يتسيد موقف هذا الشوط، وبالتالي خيال هي من تبسط سيطرتها على هذا التحدي الرئيسي. المركز الثاني غزلان، مطر بن حمد بن عميره الشامسي يتواصل مع غزلان في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أدمى تحتل المركز الثالث الآن لحمدان بن راشد بن زفنة العفاري، والمركز الرابع الله وصلت مبهجة مبهجة ويبتهج الخاطر فرحا طريبا بهذه الأسماء. مبهجة الآن وصلت في المركز الرابع، سليمان بن راشد الجهني يتواجد مع مبهجة في المركز الرابع الآن، وأيضا في رصيدها نقطة في هذا الميدان. المركز الخامس متعبة لصالح بن حمد بوشريدة المري، تنطلق متعبة في المركز الخامس، ونحن الآن نقترب من لوحة 1200 متر الأخيرة بقيادة خيال وغصاب بن مصبح رعى الطيره العامري، ما زال يتحكم بمسار هذا الشوط وما زال يتسيد هذا الموقف. المركز الثاني غزلان، وهنا مطر بن حمد بن عميره الشامسي وأدمى على ثالث المراكز مع سفير الأصالة. الله 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 الله، الكيلومتر الأخير، كيلو الناموس، كيلو منطقة العمليات. خيال إذن على الصدارة، أدمى في المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت هملولة لمسلم بن نايد بن مسلم بن زفنة العامري ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع متعبة، وخامسا مبهجة، يا سلام تجمع سداسي على المقدمة بقيادة خيال. خيال إذن على المقدمة، خيال في المركز الأول، المركز الثاني أدمى مع سفير الأصالة يتنافس هنا منافسة قوية شرسة على الناموس. الله خيال إذن على المركز الأول، أدمى في المركز الثاني، الله يا أدمى، أدمى خطيرة، أدمى منافسة شرسة، أدمى أدمى أدمى، ولكن خيال، خيال على المركز الأول وأدمى صدرت عليها التعليمات في المركز الثاني، ولكن غصاب بن مصبح بن راعي الطيره العامري ينطلق مع خيال. الله على هذا الخيال الواسع، الله على هذا الخيال الذي يأتي بالناموس، الله على هذا الخيال الذي يتوج بالشوط الرئيسي. سلام خيال، سلام سلام على هذا الأداء، سلام على هذا المثال الحي الذي يقدمه لنا غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري في أقوى أشواط الجداع. تهانينا أيضا لمالك خيال غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري المركز الثاني، أدمى لحمدان بن راشد بن زفنة العفاري المركز الثالث، متعبة لصالح بن حمد بوشريدة المري المركز الرابع، مبهجة لسليمان بن راشد الجهني والمركز الخامس، كان من نصيب عولمة لمحمد بن حسن بثيمة العامري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذا هكذا استطاعت خيال أن تنتزع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، لتهدي ناموس هذا الشوط لغصاب بن مصبح راعي الطيره العامري. 7:50، خمسة أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لخيال. تهانينا إذا لغصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، أدمى جاءت في المركز الثاني، وتوقيتها الزمني 7:51، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمدان بن راشد بالزفنة العفاري. أما المركز الثالث